جايين الحين نسوي تقطيع على شنبوت. اول بوث دكتورة خلود. اخضر بس دقيقة. هنشوف. هذول اسعار سولد اوت من اونلاين. خلا اشوف انا. هذا بوث ها. هذا العطر الجديد؟ بس أجر أفلام. كان في بعد فانس بس سولد اوت. لا ايه. هذا عربي. ايه. هذا عطر غباشي. عربي. غباشي نعرفه. غني عن التعريف. هذا عطرها الجديد حلو. حق العطور. الناس اللي تحب العطور الثقيلة. في لذر. شتوي مع البخور شيء. أبى أشم هذا مال ال شو اسمه؟ هذا وايد حلو، وايد وايد حلو. هذا سويت. صح؟ هذا شيء فريش. كذي طبعًا حق البيت، ملابس. حتى ورينا أمل. شاوريكم خلص خلص. بس خلصتي؟ الاير فريشنر مال خلود. وايد حلو. حلو وايد حلو يونس. عندي اياه كيوت والله. عندي اياه اولها مني والله. عندي اياه بس ما جربته الحين. بس دام حلو البيت شجعتني استخدمه. اوكي خلود خلص التستر مال حياتي. خلصوا البنات اونلاين صاروا سولد اوت. هذول طبعا بالاونلاين ما شاء الله سولد اوت. موجودين بالبوث عربي فلحقوا عليهم باللذر وايد لان عليهم خصم هالفتره قبل لا يخلص المعرض. لحقوا عليهم. شنو هذا؟ هذا اول شنو؟ شعر عندي. لا ابي هذا. هذا شنو؟ هذا اخر واحد سويته. وايد 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 فرنسي بس ثقيل. مو خفيف. مو خفيف. هذا عيل فيه شو اسمه هذا؟ مول فرنسا لذر. اموت عليه. كلهم فرنسا لذر. هذا ين بنات وايد وايد عجبني. أشم الأزرق. لا تشمين الحين. شوفي عم بلها قاعد تغير. بعدين شوفي. شوفي حلو. حلو ثقيل. بس هذا أنا ينيت عليه. إيه خطير. وايد حلو. وايد. إيه. لا لا. هذا شنو الحين الكحلي؟ هذا أنا عارف. هذا العود. أو صديقي. العود. لأنه عود خفيف ما أعرف شلون. يهبل هذا بنات طلعوا اللي يحبون العطور الثقيلة اللي فيها عود. هذا مينون. هذا مال الجسم. ام باي في كنا كريم صح؟ ترطيب ومسكة. شنو هذا؟ بودي لوشن. ام باي هذا اللي خلص. يهبل. والحلو فيه في ترطيب ترى. شوفوا وايد حلو. هذا انا وقعت في غرامة ذا بروميس. هذا اي واحد مثينا الاخضر. يهبل يهبل حلو. ولما يبرد بعد تغير علي. يتغير في لذر. وفي شنو بعد امول فيه؟ سبايسي وعنبر ولذر ومسك بكرات. ايه العنبر انا لاني اموت على العنبر فالعنبر فايح. بس العنبر مو مزعج فيه. لا العنبر رايق ثقيل خفيف خفيف. ايه. عرفتي؟ رهيب العطر. رهيب. حسينا فرنسي بس لا الخفيف علي. ايه بس تغير. الخفيف مو يعني سوري الثقيل مو الخفيف. مو الفريش. لا الثقيل حق البخور. ايه قديم. ايه وايد وايد حلو. الله نورتوني عيوني. فديتك وموفقة حبيبتي. صراحة عطورك صح والله العظيم. هي ذوق. هي وايد ذوق. ثانك يو. شوفوا ايش خذيت. خذيت الشيء هذا اللي سولد اوت. ها طبعا خبر حلو تو يعني. شنو فهد هارموني طلع سولد اوت المره الثانيه. عاد ما يندرى اذا في كميه داخل ولا لا. هارموني المره الثانيه يطلع سولد اوت. عليكم الف الف عافيه. ترى حتى الرويال بعد ما بقى من عنده شيء. رويال بعد خلاص ما بقى شيء فيه. فخلي يلحقون لانه لحقوا عليه. عليكم الف عافيه ولحقوا على الخصم. وايد استانست.